السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ونهاركم مبروك. اليوم غنشارك معكم قاعتان بالدجاج وشويه ديال الخضره. هانتي عندي الدجاج هنايا، البصله غندير له شويه ديال العطريه وغنرده يتشحر، ناس كيجبر ندير شويه ديال الابزار، كاين الملحة، نديرلو شوية الزيت ونردو يتشحر، خضرة عندي البطاطا، عندي بوتنجال، هانتوما جديد تبارك الله ما شاء الله جديد كيشعل. دابا البطاطا غنقطعها وغنديرها تسلق، نقطعها مربعات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي اللي كنشارك معاكم اليوم. ديرو لي جيم فضلا، الله يسهل أمران ويسهل عليكم. تعاونوا مع بعضياتنا تبارك الله ما شاء الله، اللي ما طاحت الشتا اللهم بارك خير تبارك الله، ديال الشتا اللي طاحت والبرد على واحد البرد تبارك الله. البوتنجال والقريعة غادي غن نشحرهم، راحت يدي تندي لها شوية ديال الملوحة وتبدا تسلق. هنا نقطع على شويه ديال الربيع، شكراً على الكومنتات ديالكم زوينين، كتحفزوني وتشجعوني ومتابعين ديالي، شكرا على المتابعة ديالكم، نشكركم بزاف ووفقكم. دابا الربيع غادي نزيد شوية الربيع عليها هاديك الدجاج، مثلا نزيدها غنديرلها شوية، دابا عزيز عليا الربيع. Thank you.
نحط على البريات. هل بيت السجالات؟ الخضر اللي بغى يسلقها يسلقها، اللي بغى بحال هادشي بحال البتنجان ولا القرعة زوينة تشحر ولا تبخر، أما السلق كيجي فيها الماء. حنا الحاجة تجي ناشفة، تجي زوينة ناشفة، تجينا شي هكاك. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة اللي غنشارك معاكم اليوم، ونتمنى تعجبكم المتابعين ديالي زوينات وتاتي خوتي. المتابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن كنشكرو بزاف. صباعي راحت يدي، دابا كنبعد يدي، دابا غندي صبعي مقابل صبع. تمنى شحرته بالزويته دخل العطريه شويه، درت شي بزاف. غندير هاد البتنجان نشحرو تا هو، نديرو شويه د الملحه
حاجات نديرو لها شويه باش كتجي بنينه ما كتجيش باسله. ندير شويه ديال الزيت هذا نخليها تشحر ونرجع لكم ان شاء الله. هانتي دابا غنعدل البيشاميل باش نعدل هاد الكراتا. غندير الزبده يعني شعره غير مبوطه غادي نديرو واحد جوج معالق ديال الطحين غادي نوجد بيشاميل ونرجع معكم. هانتينا ندير له شويه الملحه وندير له واحد شويه ديال الزهر ندير شويه ديال الثومه بودره نسينا باش نديرو الصوص دابا نخوي شويه هنايا
ندير شويه ديال البطاطا. ندير شويه ديال الخضره. شوية ديال الدجاج. دابا درت البطاطا، نتمنى يعجبكم هاد الخطة ديالي. دابا غادي نلجئ الفرماج. نتمنى يعجبكم. نتوما كيفاش جات. سيدي دابا غندير معكم الصبة ديال، غندير معكم شيشة الشعير هاهي. هانتينا هنا عندي واحد مطيشة حكوكة وبصلة، عندي مطيشة ديال الحك. غادي ندير شويه ديال صبر معدنوس، شويه الكرافس، عندي هنايا سكنجبير وملحه وخرقوم.
ندير شويه شويه. عندي هنا قرعه الحمراء هي اللي كنديرو في كسكسو، غادي نقطعها طريفات نديرها حتى هي، كتجي زوينه غزاله كتجي. غندير لها شويه ديال الزيت، غادي نشحرها ونمرقها بالماء سخون ونرجع معاكم. زين دابا غندير شويه ديال الصحتر، نديرها هاد كاطن ديالها، دابا ندير لها شويه الصحتر نحيد منها هاد الويدات. هاكا واحد النسيمة زوينة، الفران عندي كيسخن، غادا نمرقها بالماء سخون ونديرها طيب. المتابعين ديالي هاك غاتم ديالي وجدات، الصبة ديالي بالقريعة هي وجدات، هاهي شوفي تبارك الله جات غزالة، هانتي القريعة بالطريفات فيها تشيشة بالقرعة. هذا هو العصير شركته معاكم بالتشين وفريسة، غادي نوز معاكم هاد ورقة سخونة، ورقة سخونة هي المشاهدين ديالي، جات بنينة وجات غزالة تبارك الله، جات ما شاء الله. جات معلكة، شوفي كي جات معلكة، جات غزالة تبارك الله، جات فنة، جات واحد النسمة فيها ديال الصحتر، جات غزالة. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في كومنتير يا المتابعين ديالي، وهلا يخطيكم عليا، تبارك الله عليكم وفطركم بالصحة والهنا والتيسير إن شاء الله. يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.